عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد بعد صلاة العصر، فدخل أعرابي قائلا: أين ابن عبد المطلب؟ قالوا: هو ذاك الرجل الأبيض الأمهق المرتفق. فدخل فوقف على رأس المصطفى عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد. قال: قد أجبتك. قال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. قال: سل ما بدلك. قال الأعرابي: من رفع السماء؟ وكان صلى الله عليه وسلم متكئا فقال: الله. قال الأعرابي: من بسط الأرض؟ قال صلى الله عليه وسلم: الله. قال الأعرابي: ومن نصب الجبال؟ قال صلى الله عليه وسلم: الله. قال الأعرابي: أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك إلينا رسولا؟ فاحمر وجهه صلى الله عليه وسلم وتربع وقال: اللهم نعم. قال الأعرابي: أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أمرك بأن تأمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. وأخذ يسأله حتى انتهى من أركان الإسلام، ثم قال في الأخير: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله لا أزيد على ما سمعت ولا أنقص. أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، ثم ولا راجعة. فالتفت عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة الكرام يبتسم ويقول: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل.